أنا سعيد بالحوار ده جدا، المية والخضرة والوجه الحسن. معايا طبعا الدكتور حسن مصطفى. أهلا وسهلا، متشكرين جدا، ألف شكر. دكتور حسن، البطولة اللي حضرتك تعتز بيها وعمرك ما تنساها، وحضرتك مسؤول رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. وأنا في الاتحاد المصري؟ آه. كأس العالم اللي كان في مصر ده؟ آه. لأن احنا طبعا يعني أول مرة مصر تحصل على بطولة عالم. فاحنا وصلنا الفاينل كان مع الدنمارك. ودي ليها قصة أقول لسيادتك عليها. آه، قصة طيبة. الله يرحمه كان ماسك حد في التلفزيون مسؤول عن القناة الرياضية. آه. اسمه الأستاذ فايز زمر. آه طبعًا. الإعلام الكبير. آه، فالأستاذ فايز الله يرحمه جاء قبل الدورة ما تبدأ. وقال احنا عايزين من الاتحاد المصري اعتقد حوالي 30 40 الف جنيه. قلت له بتوع ايه؟ قال لي يعني ان احنا ننزع لكم. قلت له انا بدي لك برنامج انت بتعمله مسلسلات وبتعمله افلام وتشتروها. اه. فانت المفروض انت تدفع لي. قال لا. تدفع لي. اه. فالمهم في الاخر يعني الناس كلموه بتاع وقال لي اوكي ما فيش مشكله تذيع هنذيع ومن غير. اه. وصلنا الفاينل. فقلت لهم الاستاذ فايز زومر فين؟ فجابوا لي يا استاذ فايز احنا مش هنذيع النهائي. قال لي ازاي؟ قلت له عايز تنذيع النهائي؟ قال لي اه طبعا الناس كلها. قلت له تدفع 50,000 جنيه في الاتحاد. 50,000 جنيه ده مبلغ كبير جدا طبعا دلوقتي يعني حاجه كبيره. فقال لي ازاي؟ المهم ف راح اشتكى كان امير الدكتور عبد المنعم عماره كان وزير الشباب والرياضه. اه. فالدكتور عبد المنعم كلمني قلت له لازم وخدنا 50,000 وده كان اول مبلغ نحصل عليه والحمد لله كسبنا كاس العالم. ودي من اهم البطولات اللي بعتز بيها الدكتور.